عطينا البسبوسه ياك نعم طيب مرحبا غنحتاجوا ليها البسبوسه كناخذوا نص كيلو ديال السميده انا نص كيلو ديال السميده اييه ديال السميده مويه ماشي ديك الغليظه ماشي الرقيقه يعني انا راه فيها ديال الانواع جوج كيسان السنيده زوج كيسان ديال السنيده جوج كيسان ديال الكوك زوج كيسان ديال الكوك ثلاثه الخمارات ثلاثه ديال الخمارات كاس الزبده دايب كاس ديال الزبده دايب كاس الحليب كاس ديال الحليب هادو بالنسبه للعجين نعم وكناخذوا اما كنديروا السيرو ولا العسل باش كنسقيوه نعم السيرو او القطر 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 عندنا القطر فيه جوج كيسان ديال السنيده عندنا زوج كيسان ديال السنيده ديال السنيده اربعه ديال الكيسان ديال الماء اربعه الكيسان ديال الماء عود القرفه عويد ديال القرفه كنطيبوا كل شيء تيولي فحال حتى تيعقد لنا بحال السيرو وملي كطيب كنسقيوها به نسقيو الطريقه كندوزو كنعجنو داك الشيء كامل ديك المقادير كندهنوا لاطا اللي غندخلو كنديروا الخليط فيها وكنحاولوا بحال كنفلحوها بالموس معينه كنتراسيوها كاين اللي كيبغيها معينه يبغي كده مربعات وفي كل وحده كنديروا لوزه لويزه 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 ملي كطيب هي باقا سخونه كنخرجوها كنسقيوها بداك اما بداك القطر اللي درنا ولا العسل على حسب السيده باش كتبغي نعم حتى العسل يجي مزيان اللي سخناه وداب وداب وكتسقيها السيده مزيان ماشي دير كتسقيها مزيان حتى كتشرب تتشرب وكتخلي حتى كتشرب نعم صافي كتبدا كتهزها نعم بحال دابا مثلا في مصر ملي كيسقيوها كيرجعوها للفران سخون سخون وكيعاود مطفي وتيرجعوها كيخليوها كترتاح لان ديك السخونيه كل ما كترجع عليها كترجع عليها وكتشرب مزيان قد ما شربات تعاود السيده تجبدها وتعاود تسقيها لان قد ما كتسقيها كتجي مزيانه كل ما تسقات كل ما شربات كل ما كانت احسن